وللمزيد حول موجة الجفاف التي بدأت تضرب بعض مناطق العراق وحديث الحكومة في بغداد عن بناء سد، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا ومرحبا بك دكتور نظير. أهلا وسهلا. دكتور، تشهد كل من ديالى والنجف حالة جفاف رصدتها الجهات الرسمية نفسها، هل ينتظر العراق موجة جفاف جديدة تبدو مؤشراتها في ديالى والنجف؟ نعم، هذه المسألة تكلمنا بها صار أكثر من 10 سنوات، لأنه التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة جافة إلى شبه جافة، لأنه معدل سنوي لهطول الأمطار ما يزيد عن 155 ملم سنويا. فهذه المنطقة كل الدراسات تشير إلى أنها ستتأثر وستتأثر أكثر في المستقبل من ناحية التغير المناخي. ومن مظاهر هذا التغير هو فترات من الجفاف. وأيضا في نفس الوقت احنا حذرنا انه في بعض السنين ستكون هناك امطار كثيفة في فترة زمنية قصيرة، مثل ما صار في العراق قبل 2 أو 3، مما يؤدي الى فيضانات. فهذه الظواهر الجفاف والفيضانات متوقعة جدا في المنطقة. طيب، هذه الموجات المتكررة كل عام والتي تترك اثارها على الزراعة والثروة الحيوانية، كيف ترى دور الحكومة في معالجتها لا سيما وأنها تتكرر في كل عام؟ في الحقيقة لابد من وضع خطة جديدة لإدارة المياه طويلة الأمد، وهذه الخطة لازم تعتمد على المتغيرات العلمية الموجودة حول التغير المناخي، وكذلك حصص العراق المائية من دول الجوار. ومن جملة هذه الأشياء اللي أنا تحدثت فيها في المؤتمرات العلمية العالمية وكذلك البحوث المنشورة في المجلات العلمية، لازم نعتمد على المصادر غير التقليدية للمياه في المستقبل. والمقصود بالمصادر غير التقليدية مثلا عمليات الحصاد المائي، وأنا عندي كثير من طلابي أجروا دراسات على هذا الموضوع، ومن الممكن أن نجمع كميات كبيرة من المياه بواسطة الحصاد المائي، وكذلك مثلا تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وهذه عملية مو مكلفة كثيرا، ودول الجوار مثل الأردن تستخدمها بشكل فعال وناجح جدا، وممكن أن نستخدمها أيضا في العراق. إضافة إلى ضرورة تغيير طرق الري، لأن طرق الري المستخدمة حاليا في العراق، الري السيحي، في فواقد مائية كبيرة نتيجة التبخر والترشيح. فلذلك يفترض أنه يغير طرق الري إلى الطرق التي تكون فواقدها المائية قليلة جدا، مثل الري بالتنقيط والري بالرش إلى آخره. فهذه كلها تحتاج إلى إجراءات لابد وأن تغير. طيب، بالكلام دكتور عن الإجراءات الحكومية، الحكومة أعلنت عن نيتها إنشاء السد على نهر دجلة شمالي سد الموصل، ما الفائدة المرجوة من هذا السد؟ في الحقيقة سد الموصل فائدته محدودة، هاي معروفة شغلة. نتيجة الأمور الفنية والتعقيدات المصاحبة لسد الموصل، فوزارة الموارد المائية في العراق سابقا كانت على أساس أنه تنشئ سد بادوش بدل عن سد الموصل اللي يقع جنوب سد الموصل. حاليا تفكر الوزارة في بناء سد قريب الحدود العراقية التركية السورية، وآخر في منطقة مكحول قرب بيجي. بالنسبة لهذا السد اللي تفضلت حضرتك وسألت عنه، هذا بالحقيقة يحتاج إلى دراسات مكثفة جدا لسببين. يعني السبب الأول السبب الفني جيولوجية في المنطقة، والسبب الآخر
في بناء سد قرب الحدود او ملاصق للحدود من تركيا العراقيه السوريه، يعني معناها خزان السد راح يغمر اراضي داخل هذه الدول يعني خارج العراق، وهذا يحتاج الى تفاهم مع دول الجوار. فلذلك الدراسه يجب ان تكون دقيقه جدا ومكثفه لتجاوز المشاكل الفنيه والسياسيه والدبلوماسيه مع هذه الدول لتامين طبعا الفكره كلها هي تامين الامن المائي للوطن، لانه المنطقه مثل ما قلت قبل قليل تمر بجفاف، ويجب ان نامن احتياجاتنا المائيه في العراق، والا بعكسه سنواجه مشكله كبيره جدا جدا. من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في جولة العراق اليوم.